الغزال، النحل، الحوت، الأفعى. أسئلة كلها حيوانات اليوم، إيش دعوة؟ والله الجدار عشوائي، بس هذاك السؤال كان عن رمز ما كان عن الحيوانات، بس هذا ممكن يكون عن حيوانات ويمكن يكون رمز، ممكن يكون رمز، ممكن معلومة. والله يخوفك، أنت عندك كرة واحدة، وين راح تلعبها؟ هذا السؤال أنا أختار فيه رقم 2 صراحة. 2؟ أي 2. طيب تفضل. ولحد الحين على هذا الأساس راح تحط الكرة في الرقم 2. روحي على 2 وإن شاء الله ما تتخيب إن شاء الله. وخلونا مع بعض نسمع السؤال. من أي حيوان يستخرج العنبر المستخدم في صناعة العطور؟ الحوت. الحوت ما في كلام. الغزال. محمد. النحل. الحوت. الحوت. الحوت ما في كلام، ما في كلام. هذا السؤال نزل الحوت وخلنا. سألت فيه وإن كنت صغير صراحة.